السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ننتظر لحظات حتى يدخل الجميع. يعني 4 آخرون في انتظار التواجد معنا. عبد الله، تسمعوني؟ Yes. فلتكتب على المجموعة أننا عدنا إلى الغرفة مرة أخرى منذ أكثر من دقيقتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تتأخروا في الدخول مرة أخرى يا إخوة، حتى لا يضيع الكثير من الوقت. أبشر. ما زال أمامنا على الأقل 2 لم يدخلا. روي 52، أعتقد أنه ركان. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحوالك يا أستاذ؟ الحمد لله. غير اسمك أو اخرج وادخل واكتب اسمك، لا تكتب هذا المصطلح روي 52. رياض، ما أعرفش صح يا أستاذ؟ نعم أعلم أنه ريان. خلاص امشي إن شاء الله. أنا بطل بس حاب أسلم عليكم. أهلا بك، الحمد لله على سلامتك. سلمك ربي إن شاء الله. يلا وإياك. خليكم تشرحون. جميل، غير اسمك،
تعرف تغير اسمك؟ ايه عارف. طيب غير اسمك الى ريان عشان واحنا بنسجل الغياب يكون الامور واضحة ان شاء الله. ان شاء الله. يبدو أن الأمر سيطول فلن ننتظر أكثر من ذلك حتى لا يضيع الوقت. نستأنف مع week 2 أو الأسبوع الثاني. Again, hardware and software, hard drives and storage devices. عايز حد يذكرني يدينا مثال إيه على hard drives and storage devices؟ حد يذكرني؟ المثال اللي احنا اخذناه ايه الحين تنسوا بسرعه؟ هارد ديسك السعد وفلاش ميموري. ما شاء الله ممتاز يا عبد الرحمن. input and output devices. مين تاني غير عبد الرحمن يذكرني بـ examples for input and output devices؟ like what؟ حد فاكر؟ تفضل يا عبد الله. input like mic like the mic yeah or keyboard or anything like that. Output like a printer. Yeah, printers. That's right, mashallah. Operating systems. مين عنده خلفية عن الكلمة دي باللغة العربية؟ نظم تشغيل هسه، نظام التشغيل. نظم التشغيل. طيب مين يدينا أمثلة على بعض نظم التشغيل؟ ويندوز، لينكس. ويندوز، لينكس، ما شاء الله. ماك وهكذا. وطبعا الموضوع ممتد الى الجوالات وهنشوف الكلام ده ان شاء الله. In the grammar section we're going to learn about comparatives. And comparative means to make a comparison between two of the same kind. فمثلا between two people. For example, between Abdul Rahman and Saad, according to their height. I say Abdul Rahman is tall, Saad is tall. In this case, I make a comparative case between them and I say Abdul Rahman is as tall as Saad. طيب
هنفترض ان نعمل the comparative between Abdullah and Abdulaziz according to their height. فقلت مثلا for example Abdulaziz is short, Abdullah is short, فأقول Abdullah is as short as Abdulaziz. حتى الآن في مشكلة في الجزئية دي؟ تمام يسو. جميل. فرحت من الثنائي الأول سعد وخدت من الثنائي الثاني عبد الله، فبقى عندي سعد is tall، عبد الله is short. حبينا نعمل comparative case betweenهم between the two of them، فيطلع ازاي؟ حد يعرف؟ مين كان أطول، عبد الله ولا سعد؟ سعد مثلا كمثال. سعد is tall than عبد الله. Is taller. Taller than عبد الله. Yes. Taller than عبد الله. ولو حبينا نعكس. عبد الله is taller than سعد. لا. أنت كده بتعكس الحقائق. أنا قصدي تعكس الجملة. عبد الله is shorter. Shorter than. Than سعد. سعد. طبعا الحقائق دي اللي هي مجازا. أنا بهزر يعني. عشان ما حدش يزعل ولا حاجة. زعلان ولا حاجة يا عبد الله؟ يكون في نفسك حاجة ولا حاجة؟ أنا الحكومة أنا اللي بقول ها؟ في أي مثال اللي خذ راحتك. أيوة عشان بس حدش ينسى ولا حاجة، تكون نسيته ولا حاجة، ما بضل ناس. أنا الحكومة حضرتك ها؟ أنا اللي أقول كل حاجة. لا الله الله. أيوة. أبد حضرين. أيوة مستر الله يبارك فيك. مستر حضرتك. نعم كل ده مسجل من عارف ترك. انا الحكومه حضرتك الحكومه والشعب يد واحده يا ساب. مش دعوه بالكلام ده، انا حكومه اللغه الانجليزيه حضرتك. الله يعطيك العافيه. طيب هل الموضوع فقط مقتصر على هذا الامر؟ الموضوع بيتعدى لكل انواع الصفات، وهنعرف ازاي بنعمل وما هو مفهوم short adjective, long adjective, و how to make comparative between two of the same kind زي ما قلت من لحظات وما إلى ذلك. Describe how an item functions. وده برضو آلية عمل كل item داخل مجموعة الـ IT بتاعتكم. وأخيرا defining relative close. ظاهريا الكلام كبير ويخض، ولكن لما نيجي نفهم بتبسيط الامر هنلاقي الموضوع اسهل، ما الا بس هو عنوان شكله ضخم، لكن لما هو what's the relative close هنعرفها بالتفصيل في وقتها عشان ما ندخلش في تفاصيل الان تربك حسابات البعض بدون ده. The contrast and compare. خلاص احنا تعلمناها من الجرامر، فهنعملها في السكشن الخاص بي اللي بعده اللي هو listening and speaking. Listen for specific information and provide explanations. ولما اقول provide explanations يبقى انا محتاج ان انا اسمع صح ازاي بيوصف، واقرا في الجزء اللي بعده هو reading ازاي بيوصف. Reading for specific information, create table for example word document ايا كان بقى اللي انتوا هتنشئوه، جاي ان كان نوع الجداول اللي بتعملوه عندكم في التخصص. ولكن هنا بيقول لك with information on different types of operating system، وكانه هنعمل مقارنه بينهم زي ما اشار ملاحظات عبد الله وقال عندنا ويندوز، عندنا لينكس، عندنا ماك. نروح بقى الناحيه الثانيه على محمود الاي او اس اندرويد وحديثا كان ويندوز ذكرنا طبعا، وحديثا كان الاب جاليري الخاص بالواوي كده. Summarize main strengths or strengths and weaknesses فيما يخص كل النقاط القوى والضعف لدى كل نظام منهم. ما فيش نظام مكتمل القوة، ما فيش نظام
مكتمل الضعف، يعني فيش نظام ضعيف جدا سيء جدا. خلاص احنا اصبحنا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فاي شيء ضعيف الامكانيات لن يكون له تواجد لا على مستوى الاستخدام المجاني ولا حتى السوق المربح، ولكن كل نظام لي strengths and weaknesses بتاعته. reading diagrams وذكرنا بها عبد الله وقال diagrams means charts او جداول بيانيه. discard incorrect information زي نحدد المعلومات الخاطئه اللي بتجينا عن هذه الانظمه. ده كان week 2. مرة أخرى عبد الله، واليوم أنت منزعج كثيرا مما أقول أنا أعرف، ولكن مرة أخرى على المجموعة نبه على الناس أن الحضور سيكون بنهاية المحاضرة وليس من بدايتها فقط. يعني حضر معنا في البداية مثلا وكان حضر معنا في البداية طارق وهم الآن غير موجودين، خلاص لن يكون موجودين في الحضور، فنبه ذلك وأكد عليه. عد ريان سلام عليكم، عاملين ايه، اخباركم ايه، تشرب شاي؟ لا درد هذا غير منضبط معنا فمش هيكون موجود في الحضور، فاكتب المعلومه دي زي ما انا قلتها كده على المجموعه بعد اذنك. الحضور يا اخوه هيكون بنهايه المحاضره. ايوه ركان جاو سمعنا تقريبا. طيب اللي دخل باسم ايفون يخرج ويدخل تاني او يغير اسمه وهو جوه المجموعه، ايا كان بقى هو طارق ريان ايا كان الشخص، يعني اما انه يخرج ويدخل تاني واما انه يغير اسمه دلوقتي حالا. نصل الى ويك 3. اذن في نفس المضمار هارد اند سوفت وير configuration and installation of computers. المصطلحات دي موجودة عندكم كتير في الاي تي وموجودة في الجوالات. حد يعرف المصطلحين دول configuration and installation؟ اعدادات يا سب. ممتاز. وي كمان تفضلي ايفون اتكلم لو مش عارف تغير اسمك غيره لك. مين ايفون؟ مين داخل باسم ايفون؟ هو سمعني؟ عنده لو عندك مشكلة في المايك تقدر تخرج وتدخل تاني. ماشي؟ لو انت سمعني. طيب الاعدادات والتثبيت، لانه اي برنامج بينزل او بيتعمل بيعملوا مبرمج حسين. الحمد لله على سلامتك، كيف حالك؟ تسمعني حسين؟ حسين تسمعني؟ يبدو أنه عنده مشكلة في المايك. عبد الله الإبراهيم وبدر الدسري أنتما في الربع الخامس أم في الربع الثالث؟ لا الثالث. كيف تأدينا بدري يعني ولا كيف؟ بقيت 25 دقيقة. شكرا. محطة في الجدول أنا خمسة. خمسة؟ إيه محطة خمسة لين سبعة. لا كده دخلنا. يبدو أن هناك خطأ، هي الخامسة والنصف. أبدا. شكرا لهذا النشاط وهذا الاهتمام، واكتب ذلك على المجموعة إن كان بإمكانك الكتابة، إنه من الخامسة والنصف إلى السابعة إن شاء الله. عفوا حبيبي. كذلك رائد المحندب، موعدنا الخامسة والنصف يا رائد إن شاء الله. كذلك بدر الدسري، موعدنا الخامسة والنصف يا بدر.
الربع الثالث الخامسة والنصف. لا نسمعك يا حسين، لكن لا مشكلة، ممكن تخرج وتدخل مرة أخرى يا حسين حتى نستطيع أن نسمعك. تفضل يا رائد الآن، ونلتقي بعد 25 دقيقة أو 24 دقيقة. ألو. أيوة يا حسين، الحمد لله على سلامتك. الله يسلم محمد. الحمد لله، كيف حالك؟ نحمد الله طيبين، شو أخبارك أنت؟ كيف الأهل؟ أحسن الآن؟ الحمد لله، إن شاء الله كلها أيام قليلة ويجيني مولود جديد. ما شاء الله ما شاء الله. وهنديك لقب أبو مين، ولا هو لقب موجود؟ أبو زايد. أبو زايد موجود بالفعل. لسه هيجي. لا ان شاء الله باقي لي يومين كذا ما شاء الله. تربى بعزك، تربى بعزك. اللهم امين، الله يسعد منكم، يصل بسلامة الله وتقوم امه بالسلامة ان شاء الله. اللهم امين. سلامة. استاذنك يا بدر الدسري تخرج، او ساقوم باخراجك الان، ثم نلتقي بعد 20 دقيقة تقريبا من الان او 23 دقيقة. جميل. فقلنا ان اي برنامج بيتم تظبيطه عن طريق مجمع المبرمجين اللي هو مش انتوا يعني، ناس تانيين بقى، فبلازم بيجي ينزل على اي جهاز بيتعمل له اعدادات زي ما قال عبد الرحمن، وبعد ما تتضبط الاعدادات بتعمل له نوع من التثبيت على الجهاز، والى ان يعمل الجهاز أو البرنامج. In the grammar هناخد imperative form and giving instructions، ودي كنا خدناها في نهاية الربع الماضي لما خدنا get up early، sleep late، sorry sleep early، don't sleep late، don't eat much food، stuff like that. Perfect tenses، وده ذلك أمر يطول وهياخد مننا وقت شوية، ولكن إن شاء الله عقليتكم كالمعتاد أنتم لها، فنقدر نتجاوز هذا الأمر بمنتهى البساطة عن طريق أنه نفهم يعني ما هو perfect tense، وإيه الفعل المؤثر أو اللي بيشكل هذا الزمن، وإيه أشكاله، present perfect، past perfect، future perfect، وهكذا. مرة أخرى countable and uncountable nouns، واتكلمنا فيها في قبل الفاصل في الجزء الأول من الحلقة. listening and speaking section، listen for specific information and key vocabulary، explain functions of specialist verbs and nouns. هنا بقى هناخد كلمات وأفعال في التخصص تحديدا. أيضا في عندنا جزء خاص ب teaching and learning methods، بناخد whole group language focus، وده جزء خاص ب طبعا حالة وجودنا بشكل personal يكون أفضل، ولكن هنعمله إن شاء الله وانتوا عملتوه قبل كده حلقة conversations كمثال. examination of text، how to install a computer، وده طبعا انتوا أساتذة فيه، ازاي بتقوموا بتثبيت البرامج على الجهاز. matching pairs and definitions، close exercise، عن طريق المقارنات اللي اتكلمنا عنها فيما سبق. طيب
الأسبوع الأخير المفترض هيكون على النحو التالي، برضو hardware and software, laptops and other mobile devices. زي ما قلت إنه الموضوع انتقل من الـ PC الـ desktop، هينتقل إلى اللابتوب، الفرق مش هيبقى كبيرة، هينتقل إلى موبايل أيضا. هناخد فيه perfect tenses مرة تانية هون، active and passive، تكون موضوع مهم وهيطول معنا. Asking for and giving clarification. المقصود بالclarification هو حاجة زي كلمة explanation. How to make something not clear to be clear. فلما مثلا حد بيسمعني فمش فاهم انا بقول ايه، فبديله مثال يفهم بيه، او احط له صورة، او اسمعه محادثة، ده اسمه clarification او explanation، نوع من التوضيح او الشرح. في listening and speaking section, ask questions, justify. حد يعرف الكلمة دي يعني ايه؟ أو مرة تشوفوها. طيب ابحثوا عنها كده وابعتوها لنا على المجموعة، وهنشوف الناس اللي هتتسابق لهذا الأمر مين هيقدر يجيبها. كلمة مهمة جدا بالمناسبة. Contrast and compare، اللي اتكلمنا عنه في How to make a comparison، لما ادينا مثلة taller than shorter than كمثال بسيط طبعا. وأخيرا summarize، ازاي نقدر نحول the long paragraph إلى short paragraph to shorten something، نتكلم في نوع من التلخيص لشيء معين. أيضا هيكون عندنا المام بي conduct class small group. Justify أستاذ يعني سيارة. I need it in Arabic, in English on the group. خلاص، وهتعرف هي مهمة لي وقتها إن شاء الله. هتقولي مش هقدر أكتب على الجروب، هيكتب بس الأدمن. ارسل أي حد من الأدمن، هو هيرسل لي بالأمانة طبعا، هيقول مين اللي أرسل كده. والجزء ده المقصود به الاستبيانات اللي بتكون عن احتياجات كل شخص. كل واحد فينا بيبقى لما بيشتري أي جهاز أيا كان، لابتوب، ديسكتوب، موبايل، تابلت، وهكذا، لي نيدز معينة هو محتاجها، وبناء عليه بيروح يشتري في الحدود الإمكانيات اللي هو عاوزها، بغض النظر طبعا الإمكانيات المادية اللي هي الأساس طبعا في الموضوع. أنا بتكلم عن الإمكانيات التقنية اللي انتوا أدرى بيها، زي مثلا لما عندكم، ده هيبان في اللي بعدها، identify laptop best suited to group needs، هتوضح أكثر في اللي بعدها واللي بعدها. Present findings and justify choice. إنه مثلا أنا رجل متخصص في مجال الشبكات، وبحتاج طول الوقت يكون عندي لابتوب بمواصفات كذا، فنقول مثلا رام for مثلا 8 gigabytes، مش عارفها memory internal memory for مثلا 1 terabyte، مش عارف ايه المونيتور، مش عارف تبقى ايه سكرين، تبقى وهكذا. المواصفات دي كل حاجه انا محتاجها بالمواصفات دي، وبناء عليه انا اروح اجيب في المنطقه دي، وده اللي هيساعدني في شغلي. اختلف عن ما اكون ان انا راجل جيمنج، وضع مختلف. انا محتاج بقى رامات زي ما انتم بتسموها for 12 gigabytes او 16 gigabytes، محتاج مثلا external hard disk وليكن مثلا 2 terabytes. يعني كل واحد حسب استخدامه بيكون الجهاز اللي هيقدر يتعامل معه. ده تقريبا يا إخوة ملخص سريع جدا لما سيقول لي الكورس بتاعنا. وقلت وينزدنا فهو خير، ومعنى كلمة انزدنا ان احنا استوعبنا الكم ده في هذه الأسابيع القليلة ان شاء الله، وخلصناها بسرعة ان شاء الله رب العالمين. في النهاية حد عنده أي استفسار من أي نوع؟ حمزة أنت برضو داخل في غير توقيتك يا حمزة،
لسه معدنا الساعة 5:30 إن شاء الله. استأذنك هتخرج دلوقتي. جميل. عبد العزيز، عبد الله، حسين، ركان، سعد، عبد الرحمن، حد فيكم عنده أي استفسار؟ استاذ تفضل. في كتاب استاذ ولا ما في؟ أكيد طبعا الكتاب هيكون جاهز إن شاء الله مع محاضرة بكرة. و أنا بفضل إنه الكتاب ينزل لكم جزء جزء علشان تبقى واضح بالنسبة للجميع. ما زال يا أحمد الوقت ليس وقتكم، ما زال موعدكم الساعة 5:30 إن شاء الله. فأستأذنك تخرج دلوقتي وبعدين تدخل بعد شوية 5:30 في موعدكم. اسأل يا عبد العزيز. ما تقدرون أستاذ تسوي الكتاب PDF؟ بسيط جدا، لا تقلق، بي دي اف او وورد مش هتفرق كتير، المهم الكتاب هيكون جاهز باذن الله. هو في جميع الحالات هيكون سوفت وير، فمش هتفرق كتير اذا كان بي دي اف او وورد. استاذ محمد تفضل. في مجال استاذ نخلص يعني 5 و6 كذا، يعني اذا كان في وقت؟ ما هو ده اللي انا قلته، لو بس انت ممكن ما خدتش بالك، قلت ده هيعتمد على استيعابكم السريع لباقي اسابيع الكورس. النظرية اللي هي عمليا هتكون 4 المفروض، فهي ترى في 4 أسابيع هتخلصوا انتوا كام نظري؟ أصعبنا من الكتاب يعني، هتخلصوا 4 زي ما هم، 5 6 8 حسب استيعابكم طبعا. تمام واضح. أرجو يكون الكلام واضح. حد عنده أسئلة أخرى؟ جميل، حتى واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.